الفرق المصرية قدمت موسم كبير على مستوى البطولات الإفريقية. النادي الأهلي أحرز لقبه الـ 12 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ده بعد ما حقق الفوز على الترجي التونسي. كمان الزمالك أحرز لقبه الثاني في الكونفدرالية الإفريقية بعد فوزه على نهضة بركان المغربي، علشان يكون السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك. أرقام كتير وأحصائيات كتير عايزين نتكلم عنها ونتعرف عليها من ضيفنا عبر زوم عبد العزيز أبو حمر، الناقد الرياضي وعضو المركز أو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لإحصائيات كرة القدم. صباح الخير. صباح الخير، أنا صباح الخير لكل المشاهدين في مصر وخارجها. اهلا بحضرتك. الكره المصريه دايما بتوسع الفارق وبترفع الارث المصري الكروي في افريقيا الى 44 لقب قاري. طبعا زي ما اشكرك على المقدمه دي وكده والاخبار اخذتنا في جوله، الحقيقه جوله مهمه في كل الاخبار. زي ما حضرتك قلتي طبعا ان الموسم ده موسم استثنائي. الاهلي فاز او توج بلقب ال 12 لدوري ابطال افريقيا. الزمالك المصري ايضا توج بلقب الكونفدراليه. سكان المصريه جمعت بين اكبر بطولتين في افريقيا والكونفدراليه ودوري ابطال افريقيا، وبالتالي الاهلي والزمالك هيلعبوا مع بعض في السوبر، هنجي لها بعدين. اللي احنا عايزينه زي ما حضرتك قلتي انه ده اللقب رقم 12 للاهلي الحقيقه في دوري ابطال افريقيا، وطبعا عارفين هو اللقب الثاني للزمالك في الكونفدراليه، لكن اللقبين مع بعض بيرفعوا عدد الالقاب القاريه للانديه المصريه ل 44 لقب. وده رقم قياسي باي فار، يعني بيقولوا رقم قياسي كبير للكره المصريه، ودي حاجه بنفخر بها طبعا. اقرب دولة افريقيه يعني من هذا اللقب اللي هو 44 لقب قاري للانديه المصريه هو الحقيقه تونس، عندهم 24 لقب. وده احنا بنقول انه فوز الاهلي والزمالك في السنه دي بدوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدراليه الحاله رمزيه كبيره جدا جدا، خاصه لو احنا شفنا مع عوده الجماهير للملاعب وعوده تقريبا الكره المصريه او الى سابق عهدها على مستوى المحلي. شفنا في الدوري المتفرجين سمح لهم يعني بالطاقه الكامله للانديه او على مستوى الافريقي، وان شاء الله دي تكون خطوه مهمه للامام ان الديربي المصري يعود بشكل اقوى كما كان عليه في السابق. قبل ما ابدا عن الاهلي، الديربي المصري كان الاخير سنه 98 تقريبا، صحيح؟ كان ما بين الاهلي والزمالك. ما سمعت. الديربي المصري الاخير كان ما بين في سنه 98 ما بين الاهلي والزمالك، اخر مره لعبوا مع بعض فيها وفاز فيها الزمالك، صحيح؟ لا، ده كان 94 طبعا في كاس في كاس السوبر الافريقي. الاهلي والزمالك اتقابلوا مع بعض مره واحده في سنه 1994، كان في جنوب افريقيا وفاز الزمالك 1-0 على مستوى البطولات كاس السوبر. يعني دي ثالث مره الانديه المصريه تتقابل، ده برضو رقم قياسي طبعا. الاهلي والزمالك اتقابلوا قبل كده في 94، الزمالك والمقاولين اتقابلوا في سنه 98 زي ما حضرتك قلتي، الزمالك والمقاولين في سنه 97 اسف، واحنا في 2024 هيتقابل الاهلي والزمالك ثاني. ثالث مرة يعني يجمع كاس السوبر الفريقين من مصر. وانا عايز اقول لحضرتك كمان ان الاهلي في بعد ما فاز على الترجي 1-0 عمل ارقام قياسية كبيرة جدا جدا جدا. اول هذه الارقام طبعا الاهلي احنا عارفين انه وصل للمباراة النهائية للمرة الخامسة على التوالي، وده رقم لم يحققه في العالم الا ريال مدريد. طبعا لم يتم تحقيقه في دوري ابطال افريقيا، الاهلي فقط هو الذي حقق هذا الرقم. في العالم كله في البطولات القارية اللي هي موازية دوري ابطال افريقيا لم يحقق هذا الرقم الا ريال مدريد في اول خمس نسخ من دوري ابطال اوروبا. احنا عارفين طبعا دوري ابطال اوروبا بدات في 1955، اول خمس نسخ متتاليه ريال مدريد وصل المباراه النهائيه وفاز بالخمس نسخ. الاهلي في اخر خمس نسخ وصل الحقيقه للنهائي خمس مرات وتوج باربع نسخ، ده رقم قياسي على مستوى قاره افريقيا طبعا. احنا لو احنا عايزين نقول كمان، احنا شفنا طبعا الاهلي فاز 1-0، ده كان نادي قدام الترجي، ده كان كافي جدا للاهلي يتوج بلقب دوري ابطال افريقيا بعد تعادل الاهلي السلبي في رادس. هو كمان الاهلي حافظ على
الأهلي حافظ على نظافة شباكه يمكن لمدة أو لعدد 10 مباريات متتالية، يعني ده برضو رقم نعم. قياسي. نعم، وده رقم قياسي الحقيقة للحارس مصطفى شوبير الحقيقة، وأول حارس مصري يعني يكون تسع مباريات متتالية بدون ما يهتز شباكه. أيضا الأهلي الحارس في حارس صاعد في الترجي اللي هو ماميش، ده برضو كان تسع مباريات متتاليه لم يستقبل اي هدف، واستقبل هدفه الاول امام الاهلي المصري. مباراه الترجي والاهلي احنا شفنا طبعا ان هم اكثر ناديين في تاريخ دوري ابطال افريقيا اتقابلوا مع بعض، هو بيسموها موست ريبيتد ماتش، المباراه الاكثر تكرارا في تاريخ دوري ابطال افريقيا 24 مره طبعا. واحنا عايزين نقول ايضا ان شاء الله زي ما كلنا عارفين السوبر الافريقي هجمع الاهلي والزمالك في المملكه العربيه السعوديه، وان شاء الله تكون بروح جديده، وباذن الله يعني يكون كده فتحه خير اكبر للكره المصريه. ونشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتهنئته الاهلي والزمالك، ودي دفعه كبيره جدا جدا، اهتمام كبير بالرياضه المصريه. صحيح. طيب كابتن شوبير، هل حصل على يعني قبل كده في السوبر الافريقي ومصطفى شوبير ايضا، هل ده كان حصل الاثنين؟ حصل يعني على كابتن إيه؟ شوبير حصل على السوبر الافريقي والبطوله الافريقيه، وهل بالفعل كمان مصطفى شوبير؟ الاثنين حصلوا على اللقب. انا محتاج اتاكد الحقيقه من شوبير الكبير، لكن يعني انت بس متاكد، احتاج من اتاكد من بتاع شوبير. لكن اللي انا عايز اقوله انه مصطفى شوبير طبعا تخطى ارقام والده كلها الحقيقه في دوري ابطال افريقيا، وزي ما قلنا ان مصطفى شوبير وضع رقم قياسي رقم صغير سنه، طبعا هو لسه جديد الحقيقه مع الاهلي، اول مره يشارك بشكل اساسي، وصل لتسع مباريات متتاليه 815 دقيقه متتاليه بدون استقبال اي هدف. أيوة، وده رقم قياسي مصري تخطى فيه الحارس العظيم الراحل الكابتن ثابت البطل، اللي هو كان اول حارس في تاريخ الكره المصريه في دوري ابطال افريقيا يصل لثمان مباريات متتاليه بدون يعني استقبال اي هدف، والارقام دي ارقام حصريه جدا 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 لصباح الخير يا مصر. طيب عايز اعرف بقى، ننتقل للزمالك وحصوله المره الثانيه على كاس الكونفدراليه، شايفها ازاي؟ طبعا هي كاس الكونفدراليه، طبعا مش عايزين نقلل من بطوله قاريه مهمه جدا طبعاً. جدا جدا، كانت رفعت عدد الالقاب المصريه ل 43 قبل الاهلي ما يفوز، ونبقى احنا كمصر 44 لقب قاري. البطوله جت مهم في وقت مهم جدا للزمالك، الزمالك الان بيعود تدريجيا لوضعه الطبيعي الحياه بعد فتره من عدم الاستقرار في السنوات الاخيره، خلينا نقول واتيفر هي اسمها ايه. لكن الان طبعا مجلس الاداره الحالي واللعيبه، والحقيقه اللعيبه اظهروا انتمائهم فعلا لنادي الزمالك، وجمهور نادي الزمالك جمهور كبير جدا طبعاً. والزمالك يستحق الحقيقه كاس الكونفدراليه، كانت يعني في المستوى الفني اقل بكثير من دوري ابطال افريقيا، انا لا اقارن، ولكن حتى هذا الموسم كان الزمالك واضح جدا انه حيفوز حيتوج باللقب، لانه حتى والزمالك طالع من فتره عدم استقرار، كان واضح جدا ان الزمالك هو افضل فريق في هذه البطوله. زي ما احنا قلنا انه توقيت البطوله مهم جدا جدا بالنسبه للزمالك اللي بيحاول طبعا انه يعود بقوه كنادي. ما ننساش ان الزمالك احد قطبي الكره المصريه، الزمالك هو اول نادي في افريقيا يصل الى خمس القاب في دوري ابطال افريقيا، وكان وقتها ظل رقم قياسي لفتره طويله قبل ما يجي الاهلي ويستحوذ على الـ على على المجال. وهو كمان دي أو يعني سادس مره في تاريخه يتاهل للسوبر الافريقي. بس انا عايز اعرف برضو ارقام واحصائيات عن احمد سيد زيزو، مهم جدا بالنسبه لنا نعرف ده. عن مين؟ احمد سيد زيزو. طبعا احمد سيد زيزو، انا عايز اقول لحضرتك بقى احصائيه انت فاجئتيني برضو، لكن انا هقول لك احصائيه عن احمد سيد زيزو ما حدش يعرفها في 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 يعني جديده الحقيقه. احمد سيد زيزو من يوم ما لعب مع الزمالك، من اول مباراه لعبها مع الزمالك، هو اكثر لاعب يخوض مباريات مع الزمالك، اكثر لاعب يسجل للزمالك، اكثر لاعب يصنع للزمالك،
اكثر لاعب يتوج بالارقام مع الزمالك، من يوم ما لعب للزمالك هو مستحوذ على كل ارقام الزمالك. الحقيقه لعيب بيؤدي بشكل مقاتل جيد جدا مع نادي الزمالك، وهو احد اسباب احنا شفنا انه يعني الحقيقه هو احد اسباب ايضا فوز الزمالك بكاس الكونفدراليه. لاعب مميز جدا جدا، خاصه في طبعا غياب شيكابالا وتقدمه لحد ما في العمر. شيكابالا احنا شفنا ما لعبش نصف النهائي او ما لعبش النهائي ذهابا وايابا. الحقيقه احمد سيد زيزو مقدم مش موسم بس، لا مواسم، وهو لاعب مستواه ثابت جدا مع الزمالك، ونتمنى ان شاء الله التوفيق لنادي الزمالك في الموضوع. اكيد بنتمنى لهم التوفيق الاهلي والزمالك في كاس السوبر الافريقي. بشكرك شكرا جزيلا عبد العزيز ابو حمر، الناقد الرياضي وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي لتاريخ واحصاءات كره القدم.